خلاص مسابقة الجبلاية بتمنح الأندية راحة شهر بعد انتهاء، أو مسابقات الجبلاية بتمنح الأندية راحة شهر بعد انتهاء الدوري الممتاز. مش عايز أقعد أتكلم بقى شهر ده يعني كويس مش كويس، أكيد طبعا مش كويس، المفروض اللاعب ياخد راحة، خصوصا كمان الأندية الكبيرة زي الأهلي اللي بتلعب في كذا مسابقة لازم ياخدوا راحة كبيرة جدا، راحة إيجابية. سلبية بيبقى منها شوية وإيجابية بتبقى مع بدء التدريبات، لكن راحة سلبية بياخدوا حوالي شهر سلبي أو 3 أسابيع سلبي. يعني الناس بتبقى أدرى مني في الحتة دي، الناس اللي هم مخططين الأحمال مش عايز أفتي فيها بصراحة، لكن شهر ده قليل جدا، لكن مع الوضع اللي احنا فيه ماشي شهر شهر بس ننتظم ونبقى مسابقة يعني ليها شكل وليها معنى وليها مضمون وليها أول وليها آخر وتكون في مصلحة البلد أو في مصلحة الكورة بصفة عامة، مش في مصلحة حد معين، حد زعل نعمل له حاجة، حد اتقمص نعمل له حاجة. يعني بتكلم برضو في العموم. قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة منح أندية الدوري الممتاز راحة لمدة شهر بعد انتهاء الدوري الحالي في يوليو المقبل، وكشف مصدر بلجنة المسابقات أنه تقرر استكمال بطولة الدوري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية. ده الكلام ده قبل بقى خطاب الكاف. حيث تختتم البطولة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي تم تحديدها يوم 28 يوليو المقبل موعدا لها. ومن المقرر أن تحصل الأندية على راحة لمدة شهر بعد انتهاء الدوري رسميا في يوليو المقبل على أن يستأنف الموسم الجديد بمباراة كأس مصر للموسم الحالي. ماشي ماشي، نفسنا كده، نفسنا نشوف شكل الدوري أول وآخر وأفريقيا والدنيا زي ما الناس بتعمل. الموضوع والله ما صعب، ساعات بتحصل ظروف غصب عننا، لكن الموضوع في الأول وفي الآخر مش صعب يعني.